اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي تجربة في مصر في كل مكان. زي ما حضراتكم شايفين معانا ومتابعين ضحك ولعب ويعني اخر انبساط هنا داخل احد المنتجعات السياحيه في مدينه الغردقه، واستمتاع المصطفين بالاكوا بارك والامواج الصناعيه هنا في محافظه البحر الاحمر وتحديدا في مدينه الغردقه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم محمد طه مراسل موقع وجريده تلجراف مصر. احنا بنرصد لحضراتكم اقبال السياحه الداخليه من المصريين على الاكوا بارك والامواج الصناعيه هنا في مدينه الغردقه، وتزامنا مع الموسم الصيفي وانتعاشة كبيرة في السياحة الداخلية مشاهدينا الكرام. يعني الصورة تتحدث عن نفسها وإقبال المواطنين على الأكوا بارك والأمواج الصناعية. كل حاجة هتلاقيها موجودة عندنا هنا في الغردقة زي ما حضراتكم شايفين. يعني نفسك تنزل البحر وخايف من البحر، ممكن تقضي الأوقات الممتعة والجميلة هنا على الأمواج الصناعية. الأطفال بتستمتع في الأكوا بارك، يعني أجواء لطيفة وأجواء ممتعة للغاية للكبير والصغير هنا في المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة ومشاهدينا الكرام في كل مكان. بنرصد لحضراتكم دلوقتي مشاهدي ومتابعي تلجراف مصر في كل مكان، يعني استمتاع المصطفين بالأكوا بارك والأطفال والكبار يستمتعون بالأمواج الصناعية داخل المنتجعات السياحية هنا في مدينة الغردقة مشاهدينا الكرام في كل مكان. يلا اللي ما جاش الغردقة فايته كتير. يعني الصيف يعني الغردقة، يعني طالع مصيف لازم تكون حاطط خريطة المصايف. الغردقة من ضمن المقصد الصيفي ليك ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا، يعني اقبال كبير وملحوظ على الاكوا بارك والامواج الصناعيه. مدينه الغردقه صنفت او اقتنصت المركز الثالث عالميا من ضمن افضل المدن السياحيه على مستوى العالم في 2024 مشاهدينا الكرام. اقبال كبير واقبال ملحوظ من المواطنين. الغردقه بتشهد انتعاشه في السياحه الاوروبيه والسياحه الداخليه. زي ما بنتابع مع حضراتكم، مطارات البحر الاحمر تستقبل الالاف من الزائرين لمدن البحر الاحمر السياحيه، سواء كان مدينه الغردقه او مدينه مرسي علم جنوب محافظه البحر الاحمر. السياحه الداخليه هذا الموسم يعني تتصدر المشهد. السياحه الداخليه تنعش القطاع السياحي في مدينة الغردقة. المنتجعات السياحية تتنافس في إعداد برامج سياحية ترفيهية تثقيفية لمختلف الثقافات لمختلف الجنسيات التي تقوم بزيارة مدينة الغردقة خلال الموسم الصيفي مشاهدينا الكرام. يعني الكل بيستمتع، الكل هيجي، هيلقى كل حاجة هنا موجودة متوفرة للاستمتاع بأجواء الطقس، بأجواء يعني أجواء الطقس الرائعة هنا على سواحل مدينة الغردقة مشاهدينا الكرام. يعني كمان في نشاط ملحوظ لرحلات اليوم الواحد لمدينة الغردقة. بيتم قضاء رحلة اليوم الواحد من محافظات جنوب الصعيد، أما محافظات وجه بحري بتفضل إنها يعني تقيم يعني أكثر من يوم، على سبيل المثال من 3 أيام إلى 5 أيام أو أسبوع، لقضاء أوقات ممتعة على شواطئ وسواحل مدينة الغردقة السياحية مشاهدينا أكرام في كل مكان. زي ما بنرصد لحضراتكم إقبال المواطنين على الأكوا بارك سواء كان أطفال أو صغار. وأيضا يعني استحدثت المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة الأحواض أو حمامات السباحة ذات الأمواج
الامواج الصناعيه. ذات الامواج الصناعيه بتديك احساس ان انت بتستمتع باجواء البحر، ولكن داخل حوض او داخل حمام سباحه مفتوح، بيديك ان انت موجود في البحر من خلال الامواج الصناعيه زي ما حضراتكم بتشوفوا معانا من خلال هذا البث. وفي نفس الوقت يعني اللي بيخاف من البحر، اللي بيخاف من نزول البحر، بيقدر يستبدل نزول البحر بتلك حمامات السباحة المفتوحة اللي بيتم يعني بها أمواج صناعية زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا، والناس مبسوطة ونزلاء المنتجعات الصحية بتنبسط بهذا المشهد. اللي عندها فوبيا من البحر وما بتقدرش تنزل البحر يقدر ينزل حمامات السباحة ذات الأمواج الصناعية زي ما بتشوفوا معانا. بنرسل لكم كل ما هو جديد هنا في المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة. إدارات المنتجعات السياحية في الغردقة قدر المستطاع بتقوم بإعداد الكثير من البرامج الترفيهية الثقافية الفنية السياحية لطرد جميع الأذواق. ثقافات مختلفة بتقوم بزيارة الغردقة، أجواء ممتعة بتشهدها مدينة الغردقة ومحافظات ومدن البحر الأحمر المختلفة لتقديم العديد من البرامج المختلفة لزوار مدينة الغردقة السياحية مشاهدينا الكرام. وزي ما حضراتكم بتشوفوا معانا من خلال هذا البث الذي يأتيكم من تلغراف مصر، استمتاع زوار مدينة الغردقة لأكوا بارك وحمامات السباحة ذات الأمواج الصناعية وإقبال ملحوظ من المواطنين. احنا زي ما وعدناكم في تلغراف مصر يعني دايما وابدا هنكون يعني هنجيب لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مختلف هنا في محافظة البحر الأحمر من خلال عدسة تلغراف مصر في كل مكان. مشاهدينا الكرام، مدينة الغردقة صنفت من أفضل المدن السياحية على مستوى العالم، واقتنصت المركز الثالث لعام 2024. مشاهدينا الكرام، في كل مكان كما أكد العديد من خبراء السياحة، الموسم السياحي هذا العام، موسم السياحة الصيفي هذا العام، موسم مبشر بالخير، موسم يعني من المواسم يعني النادرة في الإقبال من الإقبال الزائرين على مدن البحر الأحمر السياحية، سواء كانت السياحة الأوروبية أو السياحة الداخلية. السياحة الأوروبية تشهد مطارات البحر الأحمر وصول الآلاف يوميا من مستوى مدن والعواصم الأوروبية حول العالم، وفي نفس التوقيت تأتي إلى مدينة الغردقة الآلاف من المصطفين من المصريين من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية لقضاء عطلة نهاية العام، خاصة عقب انتهاء الامتحانات. زي ما بنشوف مع حضراتكم يعني إقبال ملحوظ من المواطنين على الأكوا بارك وعلى الحمامات السباحة ذات الأمواج الصناعية للاستمتاع بالطقس والاستمتاع بأجواء احتفالية هنا على شواطئ مدينة الغردقة السياحية. مشاهدينا الكرام في كل مكان. بنأكد لحضراتكم كمان يعني مدينة الغردقة زي ما ذكرنا لحضراتكم سابقا يعني صنفت من أفضل ثلاث مدن سياحية على مستوى العالم لعام 2024، وتشهد مطارات البحر الأحمر وصول آلاف من السياح من مختلف جنسيات العالم من خلال مطار الغردقة الدولي ومطار مرسى علم الدولي. جميل
جنوب محافظة البحر الأحمر، وإنتعاشة ملحوظة وإنتعاشة كبيرة جدا في السياحة، من السياحة الداخلية على المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة، تزامنا مع انتهاء الامتحانات وقضاء عطلة نهاية العام. مشاهدينا أكرام، في كل مكان أجواء ممتعة، أجواء احتفالية ضخمة هنا على شواطئ مدينة الغردقة. مشاهدينا أكرام، في كل مكان رصدنا حضراتكم تلك هذه الأجواء الممتعة، وبنكون معاكم لحظة بلحظة في كل ما هو جديد. شكرا لحضراتكم، كنت معاكم محمد طه مراسل موقع وجه